وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة، وضيفتنا في هذا الفيديو هي بطلة العالم الأسطورية هو يوفان، وسنعرف بعد قليل لماذا هي أسطورية، ولكن في هذا الدور تعلمنا أحد الدروس الأساسية في الشطرنج، وهي الإسراع بالتعبئة بدلا من الرغبة المحمومة في التقاط البيادق خاصة في بداية الدور. والآن لنتعرف على هذه البطلة الأسطورية من خلال سردنا لبطلات العالم عبر التاريخ. البطلة الأولى هي فيرا مينشيك، المولودة في موسكو 1906، وحملت اللقب من 1927 إلى 1944، وهي حملت ثلاثة جنسيات: الإمبراطورية الروسية أولا، ثم جمهورية تشيكوسلوفاكيا، ثم بريطانيا العظمى، وتوفيت في لندن 1944. وحتى سنة 1950 لا توجد بطلة للعالم، ولكن في سنة 1950 جاءت البطلة الثانية لودميلا رودينكو من الاتحاد السوفيتي، وتلتها إليزفيتا بوكوفا من الاتحاد السوفيتي، وهي بطلة العالم الثالثة من 1953 إلى 1956، حيث فقدته ثم استعادته من 58 وحتى 62. بطلة العالم الرابعة هي السوفيتية أيضا أولغا روبتسوفا من 1956 وحتى 58. بطلة العالم الخامسة نونا جابريندا شيفلي من الاتحاد السوفيتي، وحملت اللقب المرموق من 62 وحتى 78. ثم جاءت مايا شوبرنادزي من جورجيا الاتحاد السوفيتي، وحملت اللقب من 78 وحتى 91. ثم جاء عصر الصين في الشطرنج، والبطلة السابعة زي جون من الصين مواليد 1970، وهي بطلة العالم من 91 وحتى 96، حيث فقدته ثم استعادته من 99 وحتى 2001. بطلة العالم الثامنة هي سوزان بولجار، وهي الأخت الكبرى للشهيرة جوديت بولجار، التي لم تشترك في بطولات العالم للسيدات واكتفت بالرجال. أما سوزان بولجار وحملت اللقب من 96 وحتى 99، وهي من المجر. ثم عادت الصين مرة أخرى، والبطلة التاسعة هي زو شين، وحملت اللقب من 2001 وحتى 2004. بطلة العالم العاشرة من بلغاريا أنتونيا ستيفانوفا، وحملت اللقب من 2004 وحتى 2006. ثم عادت الصين مرة أخرى بزو يهوا، بطلة العالم الحادية عشرة، وحملت اللقب من 2006 وحتى 2008. ثم عادت روسيا مرة أخرى لتتقلد اللقب بألكسندرا كوستينيتش الشهيرة باسم ملكة الشطرنج، وهي بطلة العالم الثانية عشر، وحملت اللقب من 2008 وحتى 2010. والآن يجيء الدور على بطلة العالم الثالثة عشر، وهي ضيفتنا في هذا الفيديو، الصينية هوا يوفان، وهي أسطورية لأنها استعادت اللقب ثلاثة مرات، ففازت به أولا من 2010 إلى 2012، ثم فقدته واستعادته من 2013 وحتى 2015، ثم فقدته واستعادته للمرة الثالثة 2016 وحتى 2017، وبذلك هي الوحيدة التي استعادت اللقب ثلاثة مرات. ثم جاءت الأوكرانية آنا أوشينا، بطلة العالم 14، وحملت اللقب لسنة واحدة من 2012 وحتى 2013. بطلة العالم الخامسة عشر من أوكرانيا أيضا ماريا موزيتشيك، وحملت اللقب أيضا لسنة واحدة من 2015 وحتى 2016. ثم عادت الصين مرة أخرى بالبطلة تان زونجي
التي حملت اللقب لسنة واحدة 2017 إلى 2018. ثم جاءت بطلة العالم الحالية الصينية زو وينغون، وهي تعتبر بطلة العالم 17 وتحمل اللقب من 2018 وحتى الآن. والآن هيا نستمتع بهذا الدور المثير الذي لقنت فيه هوايو فان بالأسود درسا للجراند ماستر الصيني أيضا زو وينكي في عدم الطمع، والدور أنهته هوايو فان بتكوينة تكتيكية رائعة. هيا نستمتع بهذا الدور. الدور ده لعب سنة 2010 وهوايو فان عندها 16 سنة وبتلعب بالأسود، وبدأ جراند ماستر زو وينكي بالنقلة D4 E6 C4 D5، اتحولنا الى جنبيت الوزير، وبعد نايت F3 اصبحنا في جنبيت الوزير المرفوض، نايت F6 نايت C3 بيشوب B4. بالنقلة دي دخلنا في تفريع رجوزين في جنبيت الوزير المرفوض، CD5 ED5 بيشوب G5 بيربط الحصان على الوزير، والاسود كمل H6 طالب الفيل، والفيل لم يتراجع بل لعب بيشوب تيكس F6 وبيتخلى طواعية عن ميز الزوج الافيال من اجل الفوز ببيضة، لان بعد كوين تيكس F6 الابيض لعب كوين B3 طالب الفيل وطالب البيضة. هوايو فان بدأ من الدفاع عن الفيل والبيضة ولعبت النقلة المفتاح C5 بتحمي الفيل وبتترك البيضة، وهذه التضحية هتملأ الدور بالتفريعات الخطيرة والمثيرة، لان الابيض لو اخذ البيضة مباشرة هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيستفيد من موقع الوزير وهيكمل ببساطة نايت C6 طالب بيضة D4، والاسود له اكتر من رد، اسوأهم انه يفوز ببيضة اخر بDtx C5، لان الاسود حيفوز فورا ببيتكس C3 تشيك BC3 كوين C3 تشيك بشوكة للملك والرخ، والاسود حيفوز بسهولة. بينما اذا تراجع بالوزير بكش الاسود حيلعب ببساطة بيشوب E6 بيعبق قطعة، والابيض بالطبع لا يستطيع لعب D5 لان الاسود ببساطة حياخد على المربع C3 بكش، وبعد الاخذ بالبيضة هياخد بالوزير ويفوز بالرخ ويفوز بالدور، ولذلك افضل رد هو حماية البيضة بالنقلة E3، وهنا ايضا هيستفيد الاسود من موقع الوزير وهيكمل ببيشوب E3 طالب الوزير كوين E4 كاسل لونج، وبيضغط مرة اخرى على البيضة D4 وهيفوز في النهاية بهذا البيضة، والاسود اتم تعبئته والابيض ما زال متأخر كثيرا في التعبئة، وملكه في وسط الرقعة والموقف في صالح الاسود. اذا الابيض لا يستطيع اخذ البيضة مباشرة انما كمل بدي تيكس C5، والاسود له الرد المعروف بيشوب تيكس C3 تشيك، والابيض ممكن ياخد بالبيضة او ياخد بالوزير، ودي هتكون نقلة سيئة لان الاسود هيلعب ببساطة كوين تيكس C3 تشيك BC3، هنصل لموقف هيكل بيادق الابيض تم تدميره والبيادق اصبحت منعزلة، والاسود هيكمل مثلا بنايت D7 طالب البيضة، والابيض لن يستطيع حمايته، والاسود هيصل للتعادل المادي وموقفه افضل كثيرا في نهاية الدور وفي طريقه للفوز. اذا الابيض لا يستطيع الاخذ بالوزير ولذلك اخذ بالبيضة، والاسود بيكمل في تعبئته سريعا بكسل، وبعد نايت D4 الحصان اصبح في موقع جيد في وسط الرقعة، والابيض حاليا بيهدد باخذ بيضة D4، وهوايو فان كملت بالنقلة الرائعة بيشوب E6 بتحمي البيضة لكن بتترك بيضة B7، والابيض الطماع كمل كوين تيكس B7. واذا توقفنا عند هذا الموقف هنجد ان الابيض متفوق ببدائين لكن متأخر كثيرا في التعبئة، وخاصة في جناح الملك اللي ما زال يقبع في المنتصف ولم يقوم بالتبييت،
ولا ننسى ايضا هيكل بياد الابيض الممزق، وده بيدي تعويض كافي بل اكثر من كافي للاسود رغم تأخره ببدائين. على اي حال الاسود كمل نايت دي 7 بيعبق القطعة الاخيرة وطالب البيدق، والابيض لو حاول يحميها بالوزير الاسود هيكمل روك سي 8 طالب البيدق بالرخ والحصان، والبيدق هيسقط ان اجلا او عاجلا، ولذلك الابيض مضطر لتقديم البيدق للامام وطالب الحصان، والاسود بيستفيد من موقف الوزير الابيض ولعب روك بي 8، ويبدو ان بيتعمد ترك بيدق الاي 7 والابيض لا يستطيع غير اخذه، وبكده اصبح الابيض متفوق بثلاث بيادق، ولكن موقفه يائس لعدم اهتمامه بالتعبئة، وخاصة ان ملكه مازال في المنتصف، وبكده اقتربت كثيرا لحظات الحسم، والاسود بيتهيأ لها بالنقلة روك اي 8 مرة اخرى بياخد تمبو على الوزير، وبعد كوين سي 7 الاسود لعب نايت اي 5 بينجو بالحصان، وفي نفس الوقت بيدخله بنشاط في اللعب، والابيض بيحاول اللحاق في سباق التعبئة ولعب اي 3 بيحاول يخرج الفيل، لكن الوقت كان متأخر للغاية، والاسود بيتهيأ لانهاء التحضير للحظة الحاسمة وكمل روك سي 8 طالب الوزير ومن وراءه البيدق، والوزير له مربعين، اما الذهاب للمربع بي 6 وده اللي حدث في الدور، لانه لو ذهب للمربع دي 6 الاسود هينهي الدور بطريقة رائعة بروك تيك سي 6 بيضحي بالرخ، وبعد نايت سي 6 هيلعب نايت جي 4 طالب ياخد على المربع اف 2 والكش مات في الطريق، وافضل تكملة للابيض هي نايت اي 7 تشيك كينج اتش 8، وهنا الابيض هيلعب كاسل لونج كوين تيك سي 3 تشيك، ودور الابيض انهار، بينما الوزير والحصان بعيدين عن حمايته، ولذلك الكوين دي 6 نقلة سيئة، والابيض لعب في الدور كوين بي 6 روك بي 8 وبياخد التمبو الرابع او الخامس على الوزير اللي مضطر للذهاب للمربع سي 5، وهنا الاسود حسم الموقف بروك بي 2. الرخ بتسيطر على الصف السابع بتهديد خطير بالاخذ بالوزير على المربع اف 2 والكش مات في الطريق، ولو حاول الابيض الدفاع بالنقلة المنطقية بيشوب اي 2 وبيتحضر للتبييت هيخسر بطريقة رائعة. يا ترى هل تستطيع ان تتنبأ بنقلة الاسود الحاسمة القادمة؟ الاسود هيلعب النقلة الرائعة نايت دي 3 تشيك بشوكة ملكية للملك والوزير، والابيض مجبر على اخذ الحصان، وبكده بيفتح الصف امام الرخ بيعطي ان مات في نقلتين بكوين اف 2 تشيك كينج دي 1 كوين دي 2 تشيك ميت. اذا البيشوب اي 2 لا تصلح، ولذلك الابيض دافع بالنقلة اف 4، والاسود استغل الموقف افضل استغلال بنقلة اخرى بارعة، يا ترى ايه هي؟ هوا يوفان استعرضت مهاراتها التكتيكية بروك تيكس جي 2، فازت ببيدق اخر، والفيل بالطبع لا يستطيع اخذ الرخ والا هيترك مراقبة المربع دي 3 لوصول الحصان بكش ملكية، والاسود هيفوز فورا، ولذلك الابيض كمل بكاسل لونج ويوفان كملت روك اي 2، وبالطبع الابيض ما زال لا يستطيع اخذ الحصان، والا الوزير هيوصل للمربع اف 2 والكش مات في الطريق سواء بالرخ او بالوزير، ولذلك الابيض لعب بيشوب اي 2 نايت سي 4. الاسود بيهدد باخذ بيدق الاي 3 ودفاعات الابيض هتنهار، ولذلك الابيض مضطر لاخذ الحصان دي سي 4 روك جي 1، جاءت النهاية بروك اي 1 تشيك كينج دي 2 روك اي 2 تشيك، ولا يوجد غير نايت سي 2، وهنا الاسود لعب روك دي 1 تشيك والابيض سلم. الابيض سلم لان لو اخذ الرخ بالملك الاسود هينهي الدور فورا بكوين تيك سي 3 طالب الحصان والكش مات في الطريق،
بينما لو اخذ بالرخ الاسود هيفوز بالنقلة البارعة كوين جي 6 طالب الحصان بكش وكذلك طالب كوين جي 2 تشيك، والابيض لو دافع بالاي 4 الاسود هيفوز بكوين جي 2 تشيك كينج اس 3 روك تيكس سي 2 والمات اجبارية سواء على المربع اي 2 او المربع اف 2. بينما لو دافع بحماية الحصان بالرخ الاسود هيفوز ايضا بكوين جي 2 تشيك كينج جي 1 بيشوب جي 4 تشيك كينج اي 1 كوين اي 2 تشيك ميت. ولذلك الابيض هنا سلم وهو يتذكر المثل العربي المعروف الطمع يقل ما جمع. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.